ارحب بكم أستاذ المشاهدين معاي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامج اهل الديره، ومثل ما تعودتوا على برنامج اهل الديره ان يتجدد بالمواضيع وان تكون المواضيع منوعه ومختلفه، وهذه المواضيع تاتي من صلب المجتمع وتاتي حسب تطلعات ورغبات السادة المشاهدين، واحيانا نرى ان بعض المواضيع محتاجين ان نسلط عليها الضوء ونركز عليها حتى تكون رساله لشبابنا واللي نعتز بهم والقيم التي تصل الى المجتمع. واحيانا هذه الرسائل ليست فقط للشباب وانما تكون بشكل مباشر الى الاسره، لان دائما يعني ما نعتز بهذه القيم. تحدثنا عن مواضيع كثيره، ولكن شخصيا لانني اعتز بالجانب الادبي والثقافي واعتقد بان الثقافه والادب يصنعان دائما الامه، دائما ما اركز على هذه يعني الجوانب الثقافيه والادبيه، القراءه والكتابه، الشعر، القصص، الروايات. هذه الامور تعزز يعني الكثير من القيم لدى الشباب، لأن الشاب إن بدأ يقرأ أو إن بدأ يميل إلى الكتابة أعتقد بأن هناك نهضة فكرية. ولا ننسى بأن الكويت كانت رائدة يعني ومن الدول السباقة والأولى في المنطقة، منطقة الخليج، في مسألة الثقافة من ناحية المدارس، من ناحية التعليم، من ناحية المجلات التي صدرت، ومجلة العربي التي كانت تصدر كثير من الكتاب، وهذه المجلة التي ليست فقط على مستوى الكويت بل كانت على مستوى الكويت وكانت على مستوى الخليج وأيضا على المستوى العربي. لذلك نبي نرجع بهذه الأيام اللي قبل وعبق القراءة وعبق الثقافة والأدب اللي نعتز فيه ونفتخر فيه. والأدب يعني علاقتنا فيه ليست حديثة، إنما نحن من أسسنا الأدب ونحن من افتخرنا بالأدب. وإن عدنا إلى العصر الجاهلي كانوا يتريقون، يتغدون، يتعشون أدب، بدرجة أن مأدبة الطعام سموها مأدبة الطعام لأنهم كانوا يقعدون على الطاولة ويتم تبادل أطراف الحديث أدبياً، لذلك سميت مأدبة الطعام. وأعتقد بأن هناك جزئيات أخرى صراحة نتطرق لها في هذه الحلقة. اليوم راح يكون لنا موضوعين مختلفين، الأول الجانب الأدبي مع مشروع جليس، واليوم عندنا يعني أحد أبرز الشخصيات لمشروع جليس، هو مؤسس ورئيس هذا المشروع، راح يكلمنا عن هذا المشروع، عن الهدف، عن التارجت، عن الرسالة اللي بيوصلها لكل الشباب، وأهم شيء إنجازات هذا المشروع وماذا حقق للشباب. الجزء الثاني راح يكون عندنا يعني قضية مهمة جدا، لعبة التايكوندو والمعاناة اللي تعانيها هذه اللعبة منذ سنوات طويلة. الكابتن فرج المعتوق راح يتكلم بأريحية حول يعني هذه اللعبة، خصوصا انه عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو، وراح يناقش كثير من هذه الأمور. وايضا راح يكون معنا الكابتن وليد المرشاد يتحدث عن هذه اللعبة، كابتن هذه اللعبة بنادي الكويت، وما شاء الله عليه هو يعني حكم دولي، راح يتكلم عن الصعاب اللي تواجههم وعن ابرز المشاكل اللي تواجههم، خصوصا الانسحابات التي بدا الشارع الرياضي الكويتي العربي اللي يشهدها، وهذه الانسحابات بسبب يعني وصول اللاعب الكويتي الى المرحله النهائيه ويتفاجئ بان القرعه تخليه امام لاعب اسرائيلي. وهذه الانسحابات يعني صارت مرتين، واحده قبل 250 يوم وواحده قبل يومين. راح نتكلم على هذه الجزئيه، وسيكون معنا اللاعب علي المرشاد اللي انسحب امام اللاعب الاسرائيلي، لنتحدث ايضا عن هذه القضيه بشكل مفصل. للتواصل معنا عندكم الارقام اللي تشوفونها اسفل الشاشه، اللي حاب انه يتصل يبدي رايه يعلق حياكم الله في برنامج اهل الديره وقناه الكوت، واللي ايضا حاب انه يتواصل معنا عن طريق الواتساب الارقام اللي تشوفونها راح تطلع. ما تبي تتصل تحس بان هناك احراج، ما عندك القدره على الكلام، ابدأ بالكتابة عن طريق الواتساب، ونشجع شبابنا ونشجع السادة المشاهدين على الكتابة، ونقرأ كل التعليقات. واللي حاب أن يتواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، يقدر يتواصل. ولمشاهدة هذه الحلقات تعاد الحلقة 2:30 والعاشرة صباحا والرابعة عصرا بالغد، وإذا طافتك الأوقات تدخل يوتيوب وتكتب برنامج أهل الديرة وعنوان الحلقة وراح تلقى الحلقة اللي تبيها. أرحب بضيفي العزيز واللي حرص اليوم انه يكون معنا في برنامج اهل الديره، واعتقد ان اليوم سعيد شخصيا انك موجود معاي، الاستاذ صالح الرشيدي، مؤسس ورئيس مشروع جليس. حياك الله معي. الله يحييك ومشكورين على الاستضافه، وحييك وحيي يعني اعزائنا المشاهدين والمشاهدات. الله يسلمك. طبعا سعادتي الشخصيه لحبي للثقافه والادب، واتمنى بان هذه السعاده تصل للساده المشاهدين. بدايه لنتحدث عن مشروع جليس والذي أحدث ضجة في العالم الأدبي الكويتي. أبي أتكلم عن هذا المشروع وكيف تأسست الفكرة معك. الحقيقة أنا في عام 2005 تخرجت من أمريكا. نعم.
ورجعت من امريكا وانا محب للقراءه، يعني هناك كنت يعني مواظب على القراءه في المكتبات وكذي، ولما رجعت اسس لي شركه انجاز للنشر والتوزيع ما شاء الله، وهي في مجال الكتب وطباعه الكتب وتوزيعها وكذا. فصراحه لي ربعي ولي علاقاتي مع الشباب وكذي، فواحد من الشباب قال يعني ليش ما تتبنون كتب الشباب؟ نعم. وكتب الشباب كانت فيها مشكله انه ما لها زباين وايد، وعاده دور النشر واحنا واحده منهم نبحث عن الستارز يعني النجوم، بحيث انه هو يسوق كتابه وينتشر بشكل اكبر. فكانت هذه مشكله، فانا صراحه بهالوقت هذا فكرت في مشروع اللي يخدم القضيه، يخدم قضيه القراءه والكتابه. وكنت قاعد افكر بالاسم كذي، وطلع معي اسم الجليس لما ذكرت البيت اللي هو خير جليس في الانام كتابه اي اللي هو المتنبي. صراحه اول ما بلشنا بنادي قراءه كنا نبي نشوف هل شو المشاكل اللي تواجه اعضاء نوادي القراءه، وكنا نحضر اجتماعات بهدف تدوين المشكلات اللي تواجهنا. وكانت روايه اذكرها العصفوريه للمرحوم دكتور غازي القصيبي، الله وتناقشنا فيها وكذا، وقمنا ندون شنو المشكلات اللي تواجهنا اساس نحط نظام لنوادي القراءه، لان احنا كنا ناويين من البدايه انه يكون في وايد نوادي قراءه. يعني الجليس مو نادي قراءه، الجليس عباره عن نوادي قراءه كثيره بالاضافه الى الانشطه المصاحبه لها، بس الهدف الرئيسي والفكره الرئيسيه ان احنا نؤسس ونشرف على الكثير من نوادي القراءه في الكويت، هذا هدفنا. نعم. فصراحه بعدين اعلنا بشكل يعني جدا بسيط بالتويتر لا ما كان في تويتر حتى وقتها. نعم. كان في فيسبوك. سوينا بالفيسبوك تمتع بالقراءه جروب، وشفنا انه وايد ناس شاركت، كان في وقت معرض الكتاب، فصار في تفاعل. طرحنا فكره ان نوادي القراءه من يبي يسجل، سجلوا معنا 9 ما نعرفهم، والحلو بالموضوع ان الكثير من 9 الحين معانا لحد الحين ما شاء الله في مشروع الجليس، وهم بعضهم يعني احييهم سجل مجيبل وسما المجيبل، هم اصلا اعضاء بالفريق وساهموا معانا من البدايه. فجت الفكره كذي، نوادي قراءه كنا نعينهم، سوينا لهم دوره شلون تدير نادي قراءه، وبلش الموضوع نبي نزيد العدد ونبي نحل مشكلات اذا تواجههم. والحين وصلنا الى فوق ال 100 نادي قراءه، اكثر من 1000 عضو في المشروع. وقاعد نتكلم عن عضو حالي يعني غير اللي دش وطلع، ولما نتكلم عن طلع لنا اصلا ماكو التزام، يعني هذا الحلو بعد الموضوع انه ماكو التزام، تدش وتطلع ماكو رسوم، يعني ما يدفع فلوس عشان واحد يدش نادي قراءه بالمجان. وشنو طبيعه النادي؟ شو يقدم؟ يعني انا الحين مثلا تشجعت اني انا اقرا أي. وما اقرا بروحي، اقرا مع مجموعه وكل واحد يستعرض ما قرا من افكار، اذا يعني شنو نوعيه الكتب اللي تقرا؟ اولا حتى هذه احنا تركنا المجال حق النادي نفسه انه هو يختار الكتاب، ما نفرض عليه اي نوع من انواع الكتب، وهو يختار. رئيس النادي لما يجي يقول انا بأسس نادي في مجال عام، او مجال الروايات والقصص، او في مجال الاداره والاعمال، او في مجال اي مجال تنميه بشريه، كله ماشي. هل تبي ذكور فقط، ولا ذكور واناث، ولا انت تبين بس اناث فقط؟ اللي تبين كله موجود. فتقول مثلا ابي اناث فقط، خلاص زين. شنو الاعمار النادي؟ تحط العمر. زين بالانجليزي تبين تقرين ولا بالعربي؟ ما شاء الله عليك. اي لا، نبي انا ابي اقرا بالانجليزي وبالعربي، فنيب لها ناس بالمواصفات اللي هي حطتها. احنا نسوي الماتشنج، احنا نسوي نيب العضو مع رئيس النادي. نعم. سوينا الحركه هذه، هم يجتمعون، النادي يجتمع اول اجتماع له ويتناقش، ايش رايكم؟ ايش نقرا هالموسم هذا؟ عندنا 3 شهور قدام، شنو نقرا؟ فيختارون لهم 3 كتب يقرونها. ايش كثر المده؟ كيفهم؟ حتى هذه ما حد يجبرهم، هم نفسهم طويل، هم يبون يخلصون بسرعه، هم يتفقون على حسب مقدرتهم. في نادي والله يخلص له بالاسبوع الواحد يخلص له كتاب، وفي الثاني لا والله احنا يعني بالنا طويل، نبي شهر، نبي شهرين، ما حد يجبرهم، هذا
هذا الحلو بالموضوع. النادي وسيلة حق أعضاء النادي، أي أحد يبي ينمي عنده قدرة القراءة أو عادة القراءة إنه هو يخليها أوتوماتيك في حياته، يخليها أوتوماتيك. خلاص أنا عندي بعد أسبوعين نادي، مقرر عليني أقرأ كذي وناسها، يعني إحنا مو مقرر منهج دراسي بالجامعة، إحنا قاعد نتكلم عن شيء وناسة. يعني حتى الكتب اللي يختارونها كتب تونس، وهذه جزء من الدورة اللي إحنا نعطيها رئيس النادي، احرص على أن الكتاب يكون يونس، مو كتاب دسم ومنهج، لا وناسة. وهذا اللي إحنا نضمنه حق كل اللي ينضم حق نوادي القراءة، إن النادي يونس. وبعدين إحنا قاعد نتكلم عن اجتماع في مكان عام، يعني قهوة حلو وناسة، يريحون شوية يرجعون مرة ثانية على الراحة، مو يعني هو مو كلاس، هو طلعت وناسة، يمعت وناسة، لقاء يونس، لقاء ثقافي، لقاء ثقافي ممتع. فهذا الجو مكان عام في كوفي شوب، ويلتقون ويتناقشون فيه. فهني الفكرتي ان يتناقشون في الكتب، زين اتفقوا على الكتب، خلاص لقاء الجاي شنو نقرا؟ نقرا نص الكتاب، خلاص راح نناقش، كل واحد يقرا بيتهم، ما نقرا ويا بعض طبعا. وني اللقاء الجاي نلتقي ونناقش الكتاب المقرر علينا اللي احنا اتفقنا عليه. طيب نعم. بعد ما قروا الكتاب، وبعد مثلا ما قرأوا الكتب الثلاثة أو الروايات الثلاثة أو حتى الرواية الواحدة الفريدة، منو اللي يسألهم أو منو اللي يتابع حركة هذا النادي؟ منو اللي يشوف ردة فعل المشتركين بهذا النادي؟ أنا يعني اليوم يعني جيت لكم ورحت حق أستاذ صالح الرشيدي وقلت له أبي أنضم لإحدى النوادي، قال لي أحمد شنو نوعية النادي اللي تبيه؟ أبي قراءة روايات، هذا النادي يوالمك. رحت قعدنا وقرينا وناقشنا كتب، كيف تصل لكم المعلومة وردود الأفعال من النوادي؟ احنا اللي يدير المشروع عباره عن فريق. يعني انا صدق اني انا الحين بروحي، لكن انا احيي الف تحيه الفريق اللي قاعد يشاهد البرنامج، لان بالفعل قاعد يشتغلون من قلبهم، حبهم للوطن. الفريق المتطوع في لجنه نوادي القراءه، الاستاذ سليمان العبد الهادي هو اللي يراس اللجنه هذه، وال يديرون الأندية شلون يزورونهم. طبعا في اللجنة سجل مجيبل، سمال مجيبل، سارة أبو حمدي ومجموعة طيبة يزورون الأندية، عندهم لستة من الأندية يزورونها، يعطون ملاحظاتهم، يعني يبون شيء يساعدونهم فيه. طبعا الحلاوة شنو بعد؟ أن المشروع الجليس حتى يوفر لك لقاء مع الكاتب، إذا هو كان كاتب كويتي الله يسوي اتصال مع الكاتب، معاك مشروع الجليس، احنا ودنا نرتب لك لقاء مع احد النوادي عندنا، نادي الفلاني، وهم قروا كتابك ودنا لو يلتقون معك. فهذه ايضا بداله مجموعه، الكاتب احنا مجموعه قراءه كذا كذا كذا، يمكن يستاحش الكاتب، لكن لما يسمع مثلا مشروع الجليس يعرفه، في ارتباط بينه وبينه. واحنا الحمد لله وايد علاقتنا مع الكتاب زينه، انتشرت في الاونه الاخيره صحيح الحمد لله. فندق على الكاتب نقول له ممكن رتب لك، فيسعد. يعني احنا عندنا الكاتب اللي يعني نفتخر فيه، سعود السنعوسي، اي ما شاء الله، اللي هو مرشح جائزه البوكر كتابه، ما شاء الله، ساق البامبو، يعني مفخره صراحه. التقى مع ثلاث نوادي، مو نادي واحد، ثلاث نوادي قروا كتابه، صدره رحب ما شاء الله، صدره رحب، قال انا ما عندي مشكله التقي مع اي احد. فراح والتقى مع النادي وناقشوه، وكان في تنوع بالافكار، يعني حتى لما ويعني سبحان الله صدفة شفناه في أحد الكوفي شوب، إحنا كنا كفريق مجتمعين، كان نشوف ولا في نادي بنفس المكان مجتمعين مع الكاتب سعود السنعوسي، وإحنا ما ندري يعني. فعقب شفته يعني قعدت معاه وكذي، فأقول يعني صراحة التجربة جدا رائعة إني أنا ألتقي مع أكثر من نادي بنفس الوقت. فهذه أيضا من الخدمات اللي إحنا نوفرها. طيب خلني أتكلم على يعني بعد هذه التجربة وبعد هذه الانطلاقة وبعد هذه النوادي اللي أنشأتوها والشباب اللي يدخلون واللي يروحون، أنا أيضا عندي مداخلة هاتفية معنا الأستاذ عبد الهادي على الهواء مباشرة. حياك الله معنا في برنامج أهل الديرة. يا هلا بخير،
اخوي، اهلا وسهلا فيكم ومسي عليكم على ضيوفك الله يحفظك. الله يسلمك. يعني كنا نتحدث في البدايه عن يعني مشروع جليس وعن هذه الفكره وعن يعني ادارتك لهذه النوادي ومتابعتك لهم، كلمنا عن يعني هذه الخطوه اللي تقوم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر استضافه لكم اليوم حق اخوي صالح بشير الريدي، واسعد ان شاء الله اني اتواجد وياكم هذا المساء. الحقيقه فيما يتعلق بانديه القراءه، الحقيقه احنا قاعد نتعامل مع عدد كبير من الاعداد المنتسبين حق لانديه القراءه. مثل ما اخوي صالح احنا تقريبا وصلنا الى 100 نادي، وصلنا تقريبا الى اعداد منتسبين الى 1000 وشيء تقريبا. فمساله تنظيم هذه الاعداد وجعلها في نظام معين وفي ما يستمر يكون لهم انتاج قرائي بعد عدد الكتب التي قرات، الحقيقه هذا يحتاج منه يعني يحتاج جهد كبير جدا في مساله اداره مثل هذه الامور. واحب انوه لشغله معينه، لشغله مهمه في مشروع جليس لتنميه الثقافه. احنا اهمنا الاساسي انه يستمر النادي، ان ما هو مجرد هي ما هي مجرد جمعه اجتمعت لاجل شيء معين وممكن ما تنفضل الجمعه هذه، لا، احنا حرصنا ان نعامل النادي معامله مؤسسيه، معناته ان هناك رئيس نادي، هناك نائب رئيس، نحاول ان نشجعهم بان ان ان, أن يجتمعوا اكثر من اجتماع في الشهر. فالحقيقه مساله تقبل فكره الانديه من قبل رؤساء الانديه لله الحمد يعني لدينا تقبل كبير. طيب. من هذا، والدليل على ذلك ان في عدد كبير من الشباب والشابات يحبون ان ياسسون انديتهم الخاصه. نعم. فيهم في مشروع جليس، ولله الحمد يعني ان شاء الله نكون توفقنا في هذا المجال باذن الله موفقين. ولكن انا يعني استاذ سليمان عبد الهادي حاب اني اعرف الاقبال من قبل الشباب، يعني لربما ميدانيا انت اقرب الى النوادي وانت مراقب اكثر للوضع عن كثب، وترى اقبال الشباب اللي يعني ينضم لكم والذي يخرج بعد مده ثم يعود بعد ذلك لاشتياقه للقراءه وللنوادي. لنتحدث بشكل سريع جدا ومختصر حول اقبال الشباب على القراءه وعلى هذه النوادي، واعتقد 100 نادي اكيد يعني عندكم اقبال كبير. اي نعم، بما يتعلق بالاقبال على انديه القراءه، الاقبال لله الحمد لله نلحظ ان الاقبال هذا قاعد يتزايد. نعم. في انديه القراءه ان الفكره ذاتها جميله. نعم. يعني الان احنا مقبلين على عصر فيه تغير واضح، ومقبلين على احداث متسارعه، ومقبلين على امور كثيره قاعده تتغير في مجتمعاتنا. فالشاب عند هذا النهم ان 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 يقرا ويطور من نفسه ويغير من ذاته ويحاول انه يغير الواقع اللي هو عايش فيه. لذلك احنا نرى هذه الحركات اللي تسعى الى تغيير واقع معين في مجتمع المجتمعات. فالحقيقه ان قاعد نلحظ يعني هذا الاهتمام من قبل رؤساء الانديه. اصلا الان يعني انا كنت اسولف ويا اخوي مساعد بالموضوع هذا، يعني اصبح بعض الشباب يجعل من السي في ماله انه هو رئيس نادي قراءه. طبعا طبعا، يعني يعطي لنفسه اهميه ويعطي لنفسه قدر. اضافه الى 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 الى, إلى مساله الجانب البشري والطبيعه البشريه لدى الانسان تفرض وجودها. نعم. من ناحيه ان الانسان قد يمر في مرحله حماس مثلا لفكره معينه، فتجد يبذل جهد ووقت في هذه القضيه، لكن قد يصيبه جانب من الفتور ان الحماس هذا يقل. لكن احنا في مشروع الجليس نحاول بين فتره والثانيه ان نجمع رؤساء الانديه هذه ونجمعهم في ملتقيات، نجمع كل رؤساء الانديه مع بعضها يتعرفون على بعض. لما
الإنسان نفسه محاط مع مجموعة مشابهة لأفكاره، مشابهة لآراءه، ومشابهة لتوجهه، قد يعني يسعى إن 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 يستزيد في 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 هذا المجال. نعم، أستاذ سليمان عبد الهادي، شكرا لك على التواصل معنا وعلى هذه المداخلة وعلى هذه الأمور اللي وصلتها لنا، ونعتز بهذه الكلمات، وخصوصا أن هذا الجانب أعتقد بأنه جانب مهم جدا، وخصوصا الإقبال عليكم والتواصل معكم وإيصال رسالة الأهمية. أحيانا لما تعطي طابع الأهمية للشخص اللي مقابل أمامك تحتويه وتحسسه أنك أنت تكون يعني أمامه وتعطيه على قدر من المسؤولية. نعود إلى جزئية مهمة جدا، تحدث أستاذ سليمان عبد الهادي على جزئية الشباب واحتوائهم ومتابعتهم. إقبال الشباب هي النقطة الأساسية المهمة لي يعني مشروع جليس. بعد ما أسست هذا المشروع وبعد ما انطلقته، وأكيد كان عندكم الإقبال ملحوظ، اللي يدخل اللي يطلع، المتذبذب المستمر المواظب على الحضور، كيف يعني تقيم الإقبال عليكم؟ والله إحنا أي مكان في عدد كبير من الناس ونشرح لهم الفكرة راح تجد أعداد كبيرة تسجل. نعم، إحنا مثلا في معرض الكتاب بس سجلنا 500 واحد ما شاء الله، بس في معرض الكتاب. فالفكرة جاذبة، جاذبة لأنها في حاجة. يعني احنا الحمد لله بالكويت الناس تدرك أهمية القراءة في حياتها، ولكن لا تقرأ. بالضبط، تدرك ولكن لا تقرأ. بالضبط، وهذا هذه عادة الناس، ان هي شلون اخلق هذه العادة. ترى خلق عادة جديدة في حياتي ترى مو سهلة، تحتاج الى بيئة. يعني اعطيك مثال، مثلا الدراسة، في ناس تدرك ان الدراسة مهمة لكن ما تدرس مثلا. طبعا زين، بس هي تدرك. يعني احنا ما وصلنا مرحلة ان الناس تحس ان هذه مو مهم بحياتها، لا مهمة، وهذه مرحلة وايد زينة. بعدين احنا عندنا الاستطاعة، الناس تستطيع القراءة، مو عندها مشكلة في القراءة، مو ما تعرف، مو لازم نعلمها شلون تقرأ، تعرف تقرأ. وبعدين الثالثة ان الناس ما عندها مشكلة في الامور المادية، يعني عندها القدرة المادية على شراء الكتاب. طبعا ما عندنا مشكله، فاحنا بس اغلى كتاب ممكن يوصل يعني 3-4 دنانير 5 دنانير. لا والله عندي كتاب بالجامعه 60 دينار. لا هذا كتب الجامعيه غير، احنا قاعد نتكلم عن الكتب اللي هي القراءه العاديه. القراءه العاديه، فاحنا عندنا عندنا بس احنا شلون نخلق العاده، عندنا عاده القراءه شلون اخليها اوتوماتيك. نعم، الحل عندنا في مشروع الجليس نوادي القراءه. انضم الى نادي قراءه، راح تلقى انك انت كونت علاقات اجتماعية، انك انت لقيت نفسك اوتوماتيك. انا عندي بعد 4 أيام 5 أيام عندي لقاء اوتوماتيك. الناس لما تروح حق النادي كلهم قارين، يعني الناس جاية لانها تتناقش. شنو اللي الحلاوة في الموضوع؟ النقاش، ان انت لما تقرأ فكرة ودك تناقش احد. لما تي بالبيت تناقش اختك ولا اخوك ولا اهلك ولا كذا، تلك ان مو قارين الكتاب، مو معك بالجو. خير لما واحد قاري نفس الكلام اللي انت قريته، تجاري في المعلومه. بالضبط، يعطيك 1-2، انت تقول له معلومه يضيف لك، وتلقى ان اخ والله خش ما كنت اشوفها من هالجانب. انت المره الجايه تتجهز اكثر لمباراته في الجانب الادبي والنقاش الادبي. بالضبط، وبعدين النقاش صحي. يعني ما في، حتى هذه من الشغلات اللي نقول حق رؤساء الانديه، ما في راي خطا، هو راي اصلا، الراي مو حقيقه. يعني هو راي مبني على انطباعاته، مبني على قيمه، مبني على مفاهيمه، فما في راي خطا، رايه. نعم، فهي فرصه اصلا لاحنا نطور حتى الحوار عندنا. طبعا نسمع الاراء الاخرى بدون تنرفز، شو المشكله انه هو رايه غير عن راي؟ صحيح. فهم هذا يثري النقاش وبيئه صحيه للنقاش، ما حد يستحي او يخاف انه يبدي رايه، بالعكس مكان صحي لانك تبدي كل الاراء اللي تبيها. طيب، يعني من خلال حديثك ابي اركز على جزئيه الانجازات. ربما يعني على مر السنون اللي طافت كان عندكم كثير من الانجازات، سواء على المستوى الاكاديمي الجامعي، سواء على مستوى المدارس، سواء على المستوى يعني على مستوى المجتمع بحد ذاته. انجازاتكم الفتره اللي طافت يعني جميل ان نتكلم عنها، حتى لو كان المجتمع يعرفها ما في مانع ان نعيد هذه الانجازات ونذكر المجتمع فيها من باب التعزيز. شنو ابرز انجازات مشروع جليس
اللي حققها خلال السنوات الطويلة الماضية. يعني بدأت بفكرة القراءة ومحاولة نشر ثقافة القراءة في المجتمع ومحاولة جذب الشباب، إنشاء العديد من النوادي حتى وصلت إلى عدد المائة نادي. طيب يعني خلينا نتكلم عن هذه الجزئية. احنا انا بالنسبة لي اكبر انجاز ان هالفريق في مشروع الجليس، ان هالفريق هو اللي يدير مشروع الجليس من صدقي، لان بالفعل من قلبه قاعد يشتغل، ولا وكل واحد في عالم. يعني مثلا في عندنا اختنا، وانا ما ودي اذكر اسماء لان انا ما ودي انسى احد، يعني كل واحد ماسك شيء ومن قلب ماسكه، فهذا والله انجاز بالنسبه لنا. الانجاز الثاني ان رؤساء الانديه ما زالوا معانا ومستانسين ومرتاحين، والاعضاء معانا اعضاء الانديه، فهذا بالنسبه لنا يعني اكبر انجاز، لان احنا استطاع المشروع ان هو يحافظ على رؤساء الانديه، على الاعضاء النوادي. هذا بالنسبه لنا وايد يعني فخر نفتخر فيه. اضف الى ذلك الانجازات الاخرى اللي احنا انجزناها، يعني نفس ما قلت لك اكثر من 100 نادي قراءه، اكثر من 1000 عضو في نوادي القراءه. طبعا تعاوننا مع كثير من الجهات، يعني مع الجامعات، نعم، مع وزاره التربيه، دخلنا الى 12 فصل دراسي. ما شاء الله، مو 12 فصل دراسي، 12 مدرسه، وقابلنا المتفوقين في المدارس. اضف الى ذلك مع مكتبه الباطين سوينا معرض الجليس الاول كتاب، سوينا العديد من الأنشطة، فعاليات يعني. فعاليات، رحنا رحلة ثقافية إلى معرض الشارجة، قابلنا شيخة بدور بنت سلطان القاسمي اللي هي عندها مشروع حم ثقافي، وكان في يعني تبادل معلومات وخبرات وكذي. سوينا مسابقتين ثقافيتين، واحدة في أفضل مقال، وطبعنا كتاب 3000 نسخة ما شاء الله، ووزع هذا الكتاب أفضل 100 مقال. وسوينا ايضا مسابقه افضل قصه قصيره، وهم وزعنا فيها جوائز، والفايزين راح يعني يطبع فيه كتاب. سوينا طبعا دورات تدريبيه، اكثر من 35 دوره تدريبيه في مجال القراءه والكتابه بس. تدرب معنا اكثر من 1200 متدرب. فكل هذه جانبيه يعني تساندنا الى تحقيق هدفنا الرئيسي اللي هو الوصول الى 2500 نادي قراءه بالكويت. هذا هو الهدف؟ هذا الهدف. ايش كثر على ما توصلون حق هذا الهدف؟ والله ممكن وقريب، يعني احنا نقول ترى التعاون يعني يضاعف الانجاز. طبعا اذا بتشتغل بروحك راح تنجز قليل، لكن اذا اشتغلت مع فريق اكثر، اذا اشتغلت مع جهات، يعني نفترض على سبيل المثال جامعات تعاوننا معاها بشكل رسمي، هذا تضاعف الانجاز بشكل كبير. احنا نبي النوادي هذه في كل اسره بالكويت. الاسر ممكن ان هي هذه اداه ان تسوي لحمه ووحده بين افراد الاسره، يسمعون بعض، يتناقشون مع بعض على كتاب. احنا دائما نجتمع على الغداء ولا على العشاء، على الاكل، وهذا شيء صحي لان احنا نتفاعل ونستانس يا بعض، بس بالاضافه خلينا نجتمع على كتاب. نعم. وكتاب يونس، ما حد يفرضه، احنا نختاره كأسرة، ويبادر واحد من حق النادي الأسرة، نادي قراءة حق الأسرة، واحد من أفراد الأسرة، يمكن الولد ولا البنت ولا الأم ولا الأبو يعني يبادرون بالفكرة ويستمرون فيها. طبعا. طيب يعني ما ودي أحرق هذه الأفكار اللي قاعد أتكلم عنها، ولكن حتى الآن إذا كان عددكم 1000 تقريبا، نعم، راح يصيرون 1001. سالم بارك، اذا كنت 1001 فراح يصيرون 1002. سالم بارك، تشرفنا. يعني اسعد بالقراءه واستمتع بقراءه الروايات والكتب، وقرات ما قرات يعني من الكتب والاشعار، ويعني دائما ما احرص على التجديد في القراءه. وبعدين ادمنا، صرنا شوي مدمنين في القراءه، وقمت اقرا الكتب اللي البعض يقول مو كنا شوي صعبه، روايات نجيب محفوظ، روايات ايضا الكتاب الاجانب، الكتب المترجمه كباولو كويلو، كغارسيا ماركيز، واستمتع بالقراءه، حقا استمتع. اعتقد بان هذا عالم يعني شوي نسينا المشاكل ونسينا العقبات اللي تواجهنا في الحياه اليوميه. كلمه اخيره حاب انك توجهها للساده المشاهدين من خلال برنامج اهل الديره، والرساله اللي حاب توصلها لكل من يتابعنا. والله كلمه اخيره، الهدف الرئيسي من انك انت تقرا هو النمو،
احرص على أن يكون لك برنامج نمو في حياتك، برنامج اللي هم يسمونه التعليم المستمر. لما تخلص الجامعة أو حتى أنت بأثناء الجامعة لازم تهتم نفسك في المجالات اللي أنت تبيها. فالكلمة اللي هي شوفوا مشروع الجليس وشوفوا نوادي القراءة. احنا طبعا راح نسوي الحين موقع إلكتروني ممكن من خلاله تشوف كل أندية القراءة حسب ميولك، فممكن تشترك إلكترونيا عن طريق الموقع وراح يوصل هذا الرسالة حق رئيس النادي وراح يصير في تواصل بينكم وبينهم. فأنا أشوف إن إذا تبي إذا تشوف أو تشوفين إن القراءة مهمة في حياتك شوفي نوادي مشروع الجليس وحاولي تنضمين حق أي نادي باختياراتك، وأعتقد إنه راح ينقل نقلة نوعية يعني في طبعا حياتك. أي شاب أو فتاة حاب إنه يأسس نادي ويجيب معاه مجموعته يقدر، أي واحد. طيب وحتى لو مو مجموعته موجودة إحنا نجيب له الأعضاء. ما شاء الله عليك. طريقة التواصل معكم؟ احنا طبعا عندنا بتويتر جليس بروجكت JALEES بروجكت، وحتى لو تكتب بحث بمشروع الجليس هاشتاج جليس هاشتاج الجليس او مشروع الجليس كلمه كامله يطلع لك الاكونت مالنا. نعم. هذا طريقه التواصل، ممكن يسجل وراح يشوف رقم التليفون موجود هناك اللي هي ارقام التليفونات الخاصه فيكم الخاصه في مشروع الجليس. يعطيك العافيه، استمتع جدا بالحوار معك، وأعتقد بأن هذا اللقاء اللي اليوم صار في برنامج أهل الديرة في الأيام المقبلة سيتجدد، ولكن بعد ما أكون عضو معكم وأقرأ وأعود إلى بحر القراءة، لأن الدراسة والعمل دائما ما تحاول أن تنتشلنا من القراءة، ولكن رغما عن أنف العمل والدراسة نعود لنقرأ، ما في حد يحاول أن يعني يغير القراءة اللي عندنا. هذا هو الجزء الأول من برنامج أهل الديرة، يعني من بعد هذا الفاصل سنشاهد معركة التايكواندو في هذا البرنامج، فتابعونا. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة. وقبل يومين تحديدا، يعني في بداية برنامج أهل الديرة أو الحلقة اللي طافت، تحدثت عن شاب كويتي انسحب في اللعبة النهائية لبطولة التايكواندو أمام لاعب إسرائيلي وهو علي المرشاد، وهذه الحادثة بالضبط كانت قبل 250 يوم. بالعودة إلى المصادر الخاصة، قبل يومين أيضا كانت هذه البطولة في النمسا، احنا يمكن ذكرنا سويسرا ولكن هي في النمسا، وكذلك الحكم اللي يعني اتصلنا عليه الأستاذ فرج المعتوق وهو يعني عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكواندو تحدث عن انسحابه لتحكيم لعبة أمام اللاعب الإسرائيلي، ووضح النقطة اللي كان يتكلم عنها، وكان شجاع ووضع بصمة في تاريخ الرياضة الكويتية وأبى ألا يحكم هذه اللعبة، وقال أنا أتحمل كل العقوبات حتى لو كان هناك عقوبات. قبل يومين أيضا اللاعب عبدالله الفرهود تكررت معاه نفس اللعبة، وكذلك كان يعني هناك معهم الكابتن والحكم الدولي وليد المرشاد، وكانت هذه القضية قضية متكررة وأيضا واجهتهم نفس هذه الأمور. لا أعلم لماذا اللاعب الكويتي صار حظه بهذه السنة أن ينسحب مرتين أمام يعني اللاعب الإسرائيلي، ولا أعلم أن دولة الكويت كافأت هؤلاء يعني اللعيبة اللي حاولوا أن يصلوا للمراحل الأخيرة والمراكز الأخيرة، وهل كافأتهم؟ لأن بالنهاية يعتبر هو بطل وسجل يعني اسمه، وهل كافأت يعني المشرفين على هذه اللعبة والحكام واللي كانوا معاهم؟ فأمور كثيرة راح نتكلم عنها. لعبة التايكواندو يعني هل تحتاج إلى اهتمام؟ هل اليوم لعبة التايكواندو ماخذ المساحة الإعلامية الصحيحة والكل مركز عليها؟ في جزئيات كثيرة راح نتكلم عنها بهذه اللعبة، وراح نعرف اليوم المشاكل اللي تواجههم. أرحب بضيوف الكرام اليوم حرصوا على التواجد معنا في برنامج أهل الديرة، بداية مع عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكواندو الأستاذ فرج المعتوق، حياك الله معنا. يا هلا بك. وايضا ارحب باللاعب عبد الله الفرهود لاعب التايكواندو، حياك الله معي. الله يحييك. والاستاذ وليد المرشاد المدير الفني للعبه التايكواندو بنادي الكويت، حياك الله معنا. الله يحييك. واخيرا وليس اخرا علي المرشاد اللي سوينا عليك القضيه قبل يومين، لاعب التايكواندو بنادي الكويت، حياك الله معنا في برنامج اهل الديره. حياك. بدايه ابتدي وياك استاذ فرج، واعتقد بان اليوم المحاور ستكون عديده، ولكن لنبتدأ بأولها ولعبة التايكواندو، كيف ترى الاهتمام فيها بدولة الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أرحب فيك أخوي أحمد، وأنا أشكر قناة
الكوت على استضافتهم واهتمامهم في هذه اللعبة اللي أنا يمكن أقول شبه منسية. نعم. يعني مش يعني ما نقدر نقول إن اللعبة فيها اهتمام قوي، لا والله اللي إحنا شايفينه شبه منسية إعلامياً. نعم. إعلامياً. فلعبة التايكوندو في الكويت ما شاء الله لعبة قوية، نملك عناصر جيدة من اللاعبين. نعم. الكويتيين، والدليل على هذا إن قدرنا إن نشارك بالأولمبيات في اللعبة هذه، وعندنا لاعبين ما شاء الله يعني قدروا بأنهم يحققون ميداليات آسيوية، وصلنا إلى العالمية ننافس. لكن اللي أشوفه أنا شوية فيه ما نقدر نقول تخاذل إعلامي، لكن خلنا نقول إنه ما فيه اهتمام قوي في هذه اللعبة. يعني في السابق لو نظرنا في السابق، لعبة التايكوندو كانت موجودة في مدارس الكويت كلها. في السابق كنا نلعب بطولة محافظات بالتربية، بطولة محافظات يعني تخيل عدد اللاعبين اللي كان موجود عندنا عدد مهول، لأن كل مدارس الكويت بكل محافظة كنا ناخذ يمكن 10 مدارس ونختار منهم لاعبين، وكنا نقيم فيها بطولات سميناها بطولة محافظات. لكن بعد هذا تفاجأنا إن المدارس فلوا هذه اللعبة. أنا والله مش عارف هو هل هذه الفكرة جت من وزارة التربية فل هذه اللعبة، أو إن جت من الاتحاد، والله أنا ما عندي خبر بهذا. لكن أنا أتمنى عودة اللعبة إلى المدارس، وإقامة بطولة محافظات مثل ما حاليا أقيمت بعض البطولات لكرة القدم للمدارس. أتمنى عودة لعبة التايكوندو إلى المدارس. طبعا حتى نكون بصوره واضحه امام الساده المشاهدين، الكابتن فرج ربما عندما يعني كنا في بدايه العمر المراهقه 17-16 سنة انضمينا الى لعبه التايكوندو، وشخصيا لعبت لعبه التايكوندو، ولكن كنت اسمع في ذيك الفتره من الشباب اللي عندنا بالنادي، كنت اتدرب في نادي النصر تحت ايدي المدرب الكوري، لا اذكر اسمه انا ذاك، ولكن كنا نسمع دائما كابتن فرج هو اللي يعني خرج اجيال من التايكوندو، بدا كلاعب وبعد ذلك كمدرب، واصبح يعني مدرب وحكم دولي الى الان، الى ان وصل الى يعني عضو مجلس اتحاد الكويتي للتايكوندو والجودو، وان دل فانما يدل على حبه الرياضي لهذه اللعبه. فمشكورا انك اليوم حضرت هذا برنامجكم ومكانكم، وانتم يعني افضل شخصيات اللي تمثل لعبه التايكوندو في برنامج اهل الديره. استاذ وليد، دعني ايضا اتكلم عن تجربتك الشخصيه مع لعبه التايكوندو، وكيف رايت الاهتمام الاعلامي فيها، ولا أود أن أركز فقط على الإعلام، نتكلم على يعني الهيئة العامة للشباب والرياضة، نتكلم على المسؤولين، على الوزارات، كيف كانت تهتم بلعبة التايكوندو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أحب أشكرك وأشكر قناة الكور. الله يسلمك صاحب مكان. بالنسبة حق طبعا إحنا نقول هو مو نقص يعني بالإعلام، هو عدد الإعلام يعني عندنا كثير، ولكن طبعا اللعبات ما تجي يعني الفردية تامة يعني اكثرها انها مظلومه. نعم. من ضمنها لعبه التايكوندو، للعلم ان لعبه التايكوندو دخلت نفس ما قال ابو فواز الاولمبيات من سنه 2000، واحنا يعني من اول ميداليه برونزيه حققناها بهيروشيما دكتور محمد القعيمي كانت استعراضيه، واحنا اللي اثبتنا يعني بالميداليات يعني له كعب لعبه التايكوندو. بالنسبه حق طبعا ان الخطه داخل دوله الكويت كنا تصاعد وبعدين نزلنا مرة واحدة. طبعاً بتقول الأسباب أسباب مشتركة كثيرة. طبعاً الدعم، الخطط غير واضحة يعني من قبل طبعاً الجهات الرسمية اللي هي الهيئة شباب رياضة أو اتحاد أو أيًا كان. وبعدين الفترة الأخيرة اللي اقتلت لعبة التايكوندو عندنا هو الإيقاف. نعم. الإيقاف، وإحنا نصيب الأسد اللي خذيناه يمكن أكثر بطولات، وجيل كامل من مواليد 2002 2003 2004 اطلعوا من مرحلة الأشبال للرجال على طول. ما لعبوا ولا بطولة رسمية. 3 سنوات من أحسن فئة مرت علينا في عصر التايكوندو عندنا بالكويت. اللي هي فترة هالمواليد هذه. فجأة كانوا أول سنة ناشئين. توقفوا كل ما قالوا بطولة موقفين. طبعاً الخطأ عارفينه طبعاً. إحنا ما عندنا أي مشكلة كمخالفة إدارية أو مخالفة فنية عندنا بالاتحاد الدولي. مو مسوين اي مخالفه، بس ان انصبت علينا من ضمن القوانين اللي صارت علينا من ظلم، انا اسميه يعني ظلم رياضي اللي صار علينا، يعني احنا ما لنا اي صله يعني بالموضوع كله، ولكن طبق علينا القانون وجيل كامل انا عده
يعني مو جيل اللي هو فئه كامله اللي هي فئه الناشئين، هي عامه كلها راحت يعني ولا استفاده ولا شيء. بالتقصير طبعا من الاعلام طبعا البعض انه يعني يشوف اللعبه اللي فيها جماهير اكثر يسلط الضوء عليها، اما اذا لعبه مثلا ما عليها جماهير فيها انجازات تصير بس يعني على قولتهم بس وقت الانجاز صورتين او مقاله وانتهى الموضوع. انا متابعه ما اشوف انه مثلا انه حق مشروع بطل اولمبيا او بطل عالم انك تتابعه من الصغر، وعندنا خامات كثيره في عندنا في دوله الكويت يعني، واقل الامكانيات اقل الامكانيات وقاعد نحقق فيها نتائج. نعم. يعني من الاسماء اللي اذكرها اللي حببونا في لعبه التايكوندو لما كنا يعني نلعب هذه اللعبه اعتقد قبل 15 سنه يمكن. لا اكثر من 15 سنه، عادل ادهم كنت يعني اسولف مع الاستاذ فرج عادل ادهم من الشباب اللي بدوا هذه اللعبه وحبونا فيها، وبعد ذلك يو الشباب اللي حبوا اللعبه وكنا يعني دائما نروح مع بعض نشجع نلعبها، تامر الديحاني، عبد الهادي ديحاني، عبد الرحمن ديحاني، ومجموعه من الشباب يوسف ومشعل، والله ناسي اساميهم كثير، ولكن كانت لهم انجازاتهم الواضحه. انا ودي يعني اكلم اخوي علي المرشاد حول هذه اللعبه. علي ايش كثر صار لك تلعب التايكوندو؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حاب اشكركم على البرنامج. الله يسلمك. وانا صار لي تقريبا من اخر 2002 العب تايكوندو. ما شاء الله، يعني تقريبا 10 سنين تقريبا. طيب ايش اللي حببك في هذه اللعبه؟ ليش دخلت لعبه تايكوندو مع ان هناك العاب كثيره كالجودو كالملاكمه العاب القتاليه الفرديه، ليش اتجهت للتايكوندو؟ اول شيء كابتن وليد مرشاد هو يصير عمي. نعم والنعم والله. نعم فعلك. فسحبني حق اللعبه. مع الوقت اتدرب فحبيت اللعبه. وعجبتك اللعبه؟ اي كملت فيها. طيب هذا بالنسبه لك. ايضا انا يعني راح ارجع الى قضيه انسحابك امام اللاعب الاسرائيلي، والانسحاب لم يكن يعني بسبب الخوف ولكن هو شجاعه وهو تسجيل موقف. عبد الله الفرهود ايش كثر صار لك تلعب هذه؟ في البدايه احب اشكرك، وبالبدايه سنه 98 كنت على ايد المدرب كابتن وليد المرشاد بفريق المدارس مثل ما تكلم استاذ فرج، كنا مدارس نتدرب نلعب دوري محافظات. نعم اخوي عبد الله الفرهود، يعني انا ودي اركز على جزئيه، ايش اللي حببك في هذه اللعبه ومن اللي قال لك عليها ايضا؟ والله سجلنا اللي حببني طبعا كابتن وليد. نعم. وسجلنا فئه كبيره بالمدرسه نفسها وصارت بطولات من المدارس وتدرجنا من المدارس للنادي. نعم طبعا عبد الله الفرهود ايضا حدثت له قصه قبل يومين، وايضا كان امام لاعب اسرائيلي وانسحب، راح نتكلم على هذه الجزئيه. للعلم انا قبل يومين اتصلت عليك استاذ وليد ولكن كان جهازك مغلق لانك كنت بالسويد. صحيح. فراح نتكلم على هذه الجزئيه، ولكن بعد ان نتطرق الى القضيه الاساسيه اللي صارت قبل مده، يعني استاذ فرج قبل يومين انا اتصلت عليك. نعم. وكنا نتكلم على جزئيه اخوي علي المرشاد والحادثه اللي حصلت بالتفصيل. خلينا نعيد اللي صار ونوضح امام الساده المشاهدين، بدءا مع علي كلاعب وانسحابه، وايضا معاك كحكم دولي لهذه اللعبه، شنو اللي صار؟ شنو العقوبه اللي كان ممكن ان تترتب عليك؟ شنو اللي كان ممكن ان يسجل ضد الكويت والقوانين اللي تصدر ضدكم على جزئيه انسحابه امام اللاعب الاسرائيلي وانسحابك لتحكيم هذه اللعبه؟ نعم، هو في البدايه ما كنت انا قاعد احكم على الابساط، فجاني كابتن وليد وقال لي ترى لاعبنا علي راح يلعب مع لاعب اسرائيلي حاليا وانا سحبته وما اقدر العبه. قلت له نعم يا وليد لا تلعبه، لان ترى احنا ما نقدر نلعب مع اي لاعب يعني باسرائيلي، وهذا ترى يعني بمخالف يعني بقوانيننا. وقال لي ان شاء الله ان شاء الله خلاص وما راح العبه، وفعلا سحبناه، لان انسحاب اللاعب ما راح ياثر عليه اي عقوبه، ما راح يترتب عليها اي عقوبه. انسحاب نعم. لان انسحاب يعني اللاعب اذا ما حضر خلاص على الحكم بانه يوقف بنص الابساط ويعطي مده دقيقه، اذا ما حضر اللاعب خلاص انسحاب، لكن العقوبات يصبونها على الحكم، لان الحكم مستدعينه جايته دعوه الى اتحاده، نبي منكم الحكم الفلاني، واحنا جايبينه وحاطين له سكن وما سكن ومواصلات. نعم. ويعني مصروف ما مصروف، فشلون احنا نقول له تعال حكم ويرفض بانه يحكم. فتفاجات وانا نازل على الابساط ولا حاطين على الشاشه لاعب الماني ولاعب اسرائيلي. اول ما شفت ان اللاعب اسرائيلي على طول رحت وطلعت برا الابساط. يو قالوا لي ليش طلعت برا الابساط؟ قلت لهم ان اللاعب اللي قاعد يلعب شنو يبقى اسرائيلي، فما اقدر احكم. قال ليش ما تحكم؟ لاعب اسرائيلي ايش عليه يعني شنو؟ قلت لهم هذا لاعب اسرائيلي وانا ما اقدر احكم للاعب اسرائيلي.
احنا عرب واحنا يبقى من الكويت وما نقدر نحكم. قال لي لا تدخل السياسة بالرياضة، هذه سياسة وهذا. قلت له حبيبي احنا ما عندنا اي تطبيع مع الكيان الصهيوني، كفو ما عندنا اي قال هذا يبقى التطبيع مع الحكومات وليس مع الرياضيين. قلت له احنا مع الرياضيين، التطبيع رياضي سياسي اقتصادي اجتماعي، ما عندنا اي تطبيع مع الكيان الصهيوني وانا رافض باني انا احكم. قال ترى احتمال انه راح يترتب عليك عقوبات. قلت لهم عقوبات رتبوا على عقوبات، اذا فيها ايقاف سنه سنتين 10 سنوات طبعا هذا انا ما تفرق معي، بس انا ما زلت مصر على قراري ولا راح احكم. وانا في صوره عندي مصوريني وانا خلف السكور وانا خلف الشاشه، نعم، وفي حكام واقفين معاي وقاعدين يكلموني على اساس يقنعوني باني انزل واحكم هذه المباراه، لان المباراه وقفت بحدود يمكن 20 دقيقه المباراه كانت واقفه، والجمهور كان مستغرب ليش المباراه واقفه، المدربين كانوا مستغربين ليش المباراه واقفه وليش قاعد يكلموني وانا رافض، مو هم عارفين شنو كان السبب، ما حد كان عارف السبب. بعدين شرحوا لهم قالوا لهم هذا حكم كويتي وما يبي يحكم للاعب بالإسرائيلي، وانتظرنا يمكن بحدود 20 دقيقة لين انتهت مباراة على البساط الثاني، وراحوا جابوا حكم من البساط الثاني وخلوه يحكم مكاني وانتهت المباراة. وبعدها جو كلموني قالوا ترى راح ترتب عليك عقوبات. قلت لهم أنا والله راح أتحمل كل ما راح يجيني لأنه خلاص أنا ما حكمت. شنو العقوبة اللي ترتبت عليها؟ لا هو أنا كنت متوقع إيقاف، نعم أنا كنت متوقع إيقاف، يعني مو متوقع، انا كنت متاكد انه في ايقاف، نعم، انه راح يتم ايقافي، راح يقول لي خلاص بعد بالمباراه هذه تروحي بالفندق تشيلي باغراضك وتمشي بالكويت خلاص. فبعد المباراه قعدت انا مع رئيس الحكام، وجاء معي حكم من السويد، جاء معي حكم من السويد وقعد معاه، عفوا كان معي حكم من سويسرا، نعم، حكم سويسري، يا معي حكم سويسري وقعد معاه، وقمنا نكلم رئيس الحكام وفهمناه الوضع وقلنا له ترى كذا كذا كذا، وتفهم الوضع فعلا تفهم الوضع وقال يعني، قلنا له اي نعم. ويا سبحان الله بعدها المباراة قبل النهائي، نعم، كنت انا حكم ساحة ونفس الشيء نزل معي نفس اللاعب، لان اللاعب هذا اللي لعب فاز وتأهل الى النهائيات، ويا سبحان الله وانا بالساحة نزل نفس اللاعب على البساط الاسرائيلي. قمت وطلعت، من طلعت اللي قام يتحلطم واللي قال يا، قلت لهم لا، قالوا ما في تصوير، قلت لهم في تصوير او ما في تصوير مساله ذاتيه، اي نعم هذا مبدا وانا ما اقدر احكم. وفعلا طلعت وانتظروا البساط اللي كان يمنا لين خلصوا، خذوا حكم وخلوه يحكم وانتظروا لين يخلص الحكم هذا اللي قاعد يحكم الحين عشان يرجع الحكم ويكمل هناك بمبارياته. والله زين توفيق. اي والله فعلا، بس نعم. الحمد لله انا ما تم فيه لا ايقاف ولا ما في اي عقوبه، الحمد لله توفيق من رب العالمين. ولانك سجلت موقف في تاريخ الرياضه الكويتيه، معي اتصال هاتفي من الاستاذ عماد بهبهاني، حياك الله معانا في برنامج اهل الديره. استاذ عماد بهبهاني الله يحييك، الله يسلمك. يعني اليوم قاعد نتكلم على لعبه التايكوندو، واعتقد بان هذه الرياضه الكويتيه يعني ذات شجون، وكثير من المشاكل اللي تواجهها، وكثير يعني من الملاحظات اللي عليها، وكثير من المطالب اللي طالبها الرياضيين متسبي هذه اللعبة. شنو اللي حاب تعلق عليه من خلال الحلقة، يعني من خلال ما تابعت من محاور رياضية حول هذه الرياضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أني أتقدم إلى قناة الكون بالشكر وبالشكر والتقدير على استضافتهم لإخواننا لاعبين التايكوندو ويا المدربين ويا الحكم الدولي فرج الفضل، نعم، ويا الأخ المدرب وليد المرشاد، نعم. بصراحة إن أنا هم بعد أشيد في قناة الكوت على اهتمامها الله في قطاع الشباب وبالأخص في الألعاب الفردية وخاصة الألعاب القتالية اللي إحنا بصراحة نفتقد هذا الدعم من الإعلام الكويتي. مرة ثانية أحب أشكركم. أما بخصوص موقف أخوي فرج الفضل الأخير في انسحابه من التحكيم خلال اللعب اللاعب الإسرائيلي، هذه صراحة شجاعة منه، نعم، ويشكر عليها. يعني انت احنا رياضيين ونعرف ان احنا في القوانين الدولية
خاصة بالاتحادات، انه في مادة يمكن في القانون تقول اللي هي الحيادية وعدم التمييز. نعم. وهذه اللي عنده منصب دولي او اي اتحاد او لاعب او حكم، يمكن لاعب يختلف شوية، بس الحكم او الاداري يعرف المادة هذه. وشجاعة اخوي فرج بانسحابه، لان في مادة يمكن بالقانون ان تمنع التمييز من اي نوع ضد اي دولة او شخص او مجموعة من الناس على اي اساس عرقي او جنسي او لغوي. نعم. او سياسي يعني. نعم. فعقوبتها اللي نعرفها ان العقوبة تتم يا بالايقاف او الطرد. يعني شجاعة من اخوي فرج انه هو عارف ان العقوبة راح تكون يعني ايقاف او طرد، وياخذ هالقرار من نفسه خلال يعني ما في مجال انه يفكر ينهي تاريخه اللي هو خاصة بالتحكيم بسبب مثل هالموضوع هذا من اسرائيل على اللاعب او اللاعب الاسرائيلي، تحكيم اللاعب الاسرائيلي. فهذه يعني شجاعة منه، واحنا نشكره يعني باسم كل الرياضيين، نشكر هالموقف هذا منه انه تحمل على حساب تاريخه في التحكيم، يتشرف انه في عقوبه يمكن راح تصير فيها طرد او ايقاف يعني. شكرا لك، يعطيك العافيه اخوي عماد على هذا التواصل وعلى هذه المداخله الهاتفيه وعلى هذه الرساله والاشاده اللي وجهتها للكابتن فرج المعزوم. يعني مستمرين معاكم في هذا الحديث وبهذا الحوار، تحدثنا عن جزئيه انسحاب يعني الكابتن فرج المعتوق من التحكيم، وايضا كذلك علي، باخذ راي علي وباخذ رايك، وايضا كذلك عبد الله فرهود، ولكن نريح شوي فاصل ونعود للتواصل مع السادة المشاهدين. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، وتحدثنا عن يعني انسحاب الحكم والكابتن الاستاذ فرج المعتوق في يعني قضيه التحكيم قبل 250 يوم تحديدا، صحيح؟ يعني شهر 6 اللي طاف اعتقد. اي نعم. اي طيب، خلينا نرجع ونتكلم على الجزئيه اللي صارت قبل يومين استاذ وليد، ايضا كان هناك قضيه مشابهه بالضبط للقضيه اللي صارت معاكم، حدثني عنها. احنا هسه يعني سنه 2012 2013 اللي هو بلقات الكيان الصهيوني حاطين عليكم. اي فطبعا هي طبعا بالنسبه لنا احنا يعني طبعا استعدادات نفسيه ولياقه وبدن يعني وبدنيه والتكاليف الماليه، طبعا هذه على اساس انه تلعب بالبطولات تمثل فيها نادي الكويت او دوله الكويت كاسم. نعم. طبعا هذه يعني ترتيباتها تي اشهر، مو يعني شهر او شهرين، اشهر. فاحنا استعدينا حق البطوله هذه وشاركنا، ولكن الاقدار قاعد تحطنا ويا قرعه اللاعب الاسرائيلي. طبعا مباراه البطوله الاخيره هذه اللي صارت في السويد قبل كم يوم، هي تاريخ كانت 9 و10 المباريات. 9 و10 إيه اثنين ولا واحد؟ لا لا هالشهر هذا يعني قبل يومين. إيه احنا امس وصلنا الساعه 10 بالليل. اي إيه ف لعب عبد الله طبعا كان بوزن تحت 58. احنا كنا متوقعين يعني ان يعني الدول الاوروبيه ما تشارك فيها، يعني اسرائيل ما تشارك الا بالدول الاوروبيه عشان يعني ما تبي تحتك ويا. نعم. معروفه لا اسيا عندها ولا عندها، فتشارك بهالبطولات. فاحنا توقعنا انه يكون باوزان ثانيه، وما ندري يعني نظام القرعه نظام كمبيوتر يعني ما فيها التلاعب او شغله. فاستعدينا لها التدريب يعني كان تقريبا من اخر 12 من اخر 11 كمعسكرات داخليه ولقاءات. وعقبها وصلنا للبطوله، عبد الله طاح ويا اللاعب الدنماركي وفاز، كان مستوى عالي، كان عدم التكافؤ. نعم. كان لعبه يعني وايد كان معجب يعني حتى الحكام والجمهور، ولكن بعدها هي نظامها اللي يفوز خروج مغلوب، من يفوز الصوب الثاني يحطونه بالقرعه برا. فطلعت على عبد الله فقلت له يلا عبد الله قربت لعبتك، لان يعطونا ارقام على اللعبه ما يعطونا منو بتلعب وياه. فرحنا شفنا ولا البنت طالع، كان يقول عبد الله شوف راح تلعب مع منو، كان يعني طبعا وجهه يعني متغير، كان يقول لي كابتن ترى اسرائيل. اخ اي فانا يعني
كتعب يعني كإدارة وكنادي وهذا كمجهود اي انت يعني احنا يعني فعرفنا قرارنا ان يعني منسحبين لان احنا في سابقه من قبل كانت في 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 النمسا فطلعت عبد الله طبعا كان يعني ضايق خلق لنا تعب كله راح على خلبه وكان هالوقت هذا عند عبد الله جايني يقول كابتن انا عندي احساس اني راح اسوي هالشيء هالبطوله وكانت البطوله يعني مصنفه تحت الاتحاد الدولي دبليو تي اف ومن ضمنها اذا اخذ ميداليه يتصنف عبد الله في رقم عند يصعد تصنيفه عشان يكون كرؤوس المجموعه فلما بلغني طبعا على طول تم الاتصال ويا رئيس النادي سيد عبد العزيز المرزوق وجه له تحيه فبلغته قلت له ابو فهد ترى الوضع ان لاعبنا ترى لعب فاز عن الدنمارك عدم تكافؤ وكان المجموعه الثانيه كانت مجموعته يعني ضعيفه وكان ممكن يلعب يعني هو لعبته راح يضمن ميداليه يعني فقال لي حسافه انه يعني نطحنا وياهم يعني هذا ثاني مره ولكن طبعا قرارنا ثابت وليد انت عارفه وعطني اللاعب على طول على اساس اني اشجعه اساس لا يتحبط فتم الاتصال على طول اعطيته ورفع معنوياته تكلم هذا وكان قرارنا طبعا احنا قرارنا يعني كدوله احنا ما نعترف الكيان الصهيوني طبعا واحنا ككويتيين وعرب ومسلمين احنا متضامنين يا اخوانا في غزه طبعا طبعا الحصار اللي قاعد يصير وهذا وانا لا يعني لا يصل لي يعني كلاعب يعني اني انا اعترف فيه كدوله واحط ايدي بايده او اني العب وياه كاحنا مبدانا احنا بنمشي على قضيه الشهيد فهد الاحمد طبعا اللي هو قاتل وناضل على اساس انه يطلع اسرائيل من قاره اسيا نعم فاحنا مسيرتنا نكمل كفو عليكم والله وبس هذا اللي صار ويانا وطبعا عبد الله يعني عقبها تقبل وبالعكس يعني ها بس المشكله اللي صارت يعني الشغله اللي لفتت النظر طبعا الكل يانا المدربين والجمهور انه يبون يشوفون يتابعون عبد الله المنصور في الحلبه نفسها في الحلبه رقم 3 فاسالون اكثر من المدربين كانوا ويانا هذا وقالوا يعني حتى مبداهم انه شو مشكله فعرفوا ان احنا كدوله الكويت ما في رغم ان اللاعب قدامه كان طير يعني. لا هو كمستوى كان عبد الله فارق والدليل انه خسر اللعبه الثانيه الاسرائيلي لما طلع انسحب على البرونزيه خسر اي ف هو يعني من الاول فبس التساؤل اللي قاعد يصير علامه استفهام انه ليش انت سحبت اللاعب يعني اساس في وايد دول يعني من اوروبا هذا ما يدرون ان احنا ما في اتفاقيات ولا في معاهدات ولا فوصلت المعلومه يعني بالعكس ايدوا هالشيء يعني نعم. انه يعني ما يخالف انه انت ما دام انت ماشي على دولتك فانت محترم قرار دولتك فبالعكس ايدوا بس حبوا انه يعني انه يعني يشوفون عبد الله في بطولات ثانيه نعم. طبعا أنا يعني يسوي نتيجه حاب اوجه يعني تحيه شكر لكل الشباب اللي تعاونوا معنا اللي وصلوا لنا يعني لكم واعطونا معلومات كافيه عنكم ومنهم الزميل والاخ العزيز الغالي الصحفي من جريده القبس احمد السلامي نشيط ما شاء الله عليه ويتواصل معنا باستمرار ودائما ما يحضر الا برنامج اهل الديره وانا مسميك صحفي برنامج اهل الديره يا ابو حميد وارحب فيك معنا في برنامج اهل الديره وتعليقك يا ابو حميد. مساك الله بالخير امسي عليك مساك الله بالنور الكرام ضيوفك الكرام فواز والكابتن وليد وايضا اللاعبين المميزين طبعا احب اشير نقطه مهمه اخوي احمد فضل. لان ابو فواز والمرشاد كانوا في يوم من الايام مدربيني في نادي القادسيه وهذا يعني والناس اعتز فيهم جدا في نعم. هذا في مشوار الرياضي السابق طلعت لاعب تيكواندو يعني؟ لاعب سابق طب والله كلنا طلعنا نلعب تيكواندو عيل تفضل بالنسبه لي عندي يعني مشاركه في هذا الخصوص طبعا احب اشيد في موقف الاخوان في نادي الكويت وانسحابهم امام اللاعب الاسرائيلي طبعا هذا يعني شيء مو يعني شيء متعودين عليه من نادي الكويت اللي دائما وابدا يكون سباق في مثل هذه الامور نعم. ويحاول دائما انه يعني ما يحتك مع اللاعبين اللي يعني عليهم علامات استفهام مثل اللاعبين الاسرائيليين وغيره يعني احتراما وتقديرا للمقاطعه العربيه والاسلاميه للكيان الصهيوني لكن ايضا احب اشيد في اللاعبين المميزين لاعبين نادي الكويت ما شاء الله عليهم هم متميزين وعندهم كاس التفوق يعني هذا اثبات ان اللاعبين كانوا ولا زالوا من افضل اللاعبين على مستوى الانديه المحليه وايضا العربيه كذلك في مسيره معلمي ومدربي فواز الكابتن فرج الفضل اللي يعني اليوم هو اداري في اتحاد تايكواندو بصفته عضو مجلس اداره هو طبعا من الناس النشيطين ودائما يعني اصحاب الفكر النظيف اللي يقدم خلاصه فكره وعمله سواء في الناحيه الاداريه او الفنيه
في سبيل تطوير اللعبة. أنا أحب أوضح نقطة ثانية أن يعني نتمناها أن يعني الإخوان في اتحاد تايكواندو يلتفتون إلى اللعبة بشكل أفضل وأكثر وأشمل، لأن في هذه اللعبة مجموعة من اللاعبين المميزين اللي يمتلكون يعني إمكانيات عالية جدا، لكن ما لقوا الأرضية الخاصة لهم اللي تسهل لهم الوصول إلى العالمية، خاصة أن يعني عندنا لاعبين مميزين سابقين كان لهم مصولات وجولات على المستوى الدولي لكن ما حظوا بالفرصة الكاملة. يعني أعتقد أن بوجود أبو فواز في منصبه الحالي، وأعتقد أيضا بالتعاون مع باقي إخوانه وزملاء في الاتحاد، أتمنى منهم الالتفات للعبة بشكل أكبر وأشمل، وأيضا أتمنى أن يعني يتم دائما تزكية أصحاب الخبرة في المواقع المناسبة، يعني مثل أبو فواز عنده خبرة طويلة وعريقة في مجال التحكيم، أتمنى أنه يأخذ فرصته في اتحاد اللعبة نفسه من خلال أنه يترأس لجنة الحكام ويعطونا المزيد من الصلاحيات، لأنه فعلا هو رجل مجتهد ويمتلك كل الإمكانيات اللي تساهم في تطوير اللعبة والتحكيم بشكل عام. يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو حميد، وأنت يعني شاب نعتز فيك ونفتخر فيك، ودائما ما نستضيفك في برنامج أهل الديرة، والتعليق اللي قلته إن شاء الله يكون في محلة و ليس بغريب يعني على الأستاذ فرج المعتوق بأن يكون يعني متبنيا لهذه الأفكار، خصوصا بأنه جاء من رحم هذه اللعبة كما ذكرنا في البداية، وكذلك يعني الأستاذ وليد المرشاد، وإن شاء الله لاعبيننا اللي نشوفهم في المستقبل يحققون الإنجازات الكثيرة. مستمرين معكم ومع برنامج أهل الديرة، راح أروح فاصل صغير ونعود للتواصل وإياكم. عدنا من بعد الفاصل مشاهدينا، مستمرين معاكم في الجزء الأخير من برنامج أهل الديرة، وأذكر بأن الإعادة لهذه الحلقة الساعة 2:30 بعد شوي بمنتصف الليل، وأيضا 10:00 صباحا صباح الجمعة، والساعة 4:00 العصر باكر، واللي ما يقدر يشوفها يتواصل على الواتساب معانا أو أيضا اليوتيوب، بس اكتب برنامج أهل الديرة لعبة التايكواندو وراح تطلع لك الحلقة كاملة، أو حط أي أحد من أسماء ضيوفنا الكرام. أبي أرجع وأناقش قضية جدا مهمة مع علي. أنا قبل يعني يومين لما تكلمت عنك وذكرت بأن الشعب الكويتي اللي انسحب أمام اللاعب الإسرائيلي، نفسيتك أنت يعني في البداية لما دريت أن في لاعب إسرائيلي قدامك، مستعد تواجه ولا قررت الانسحاب وما تضايقت أنك منسحب؟ لا قررت الانسحاب، ما تضايقت أن بنسحب لأن فخر لي هذا ويتسجل حقي. نعم. وبنفس الوقت متضايق لأن التعب كله اللي تدربته وهذا راح. ما تحبطت يعني في النهاية إن لا أنت؟ لا ما تحبطت. طيب يعني هذا الانسحاب لما أنت انسحبت، التعليقات اللي جت لك من الأهل يعني من الوسط الرياضي شنو قالوا لك؟ يعني وايد تعليقات جت لي وكلهم يعني رفعوا من معنوياتي. طيب لو أنت مواجه اللاعب كنت راح تفوز إن شاء الله بإذن الله، كنت راح تفوز يعني بتوفيق من رب العالمين، ولكن لما رجعت هل كرموك على الانسحاب على يعني الانجازات اللي حققتها؟ اي في اكثر من مقابله سووا معي تلفزيون الوطن. نعم. وتلفزيون الجزيره الرياضيه. نعم. ومؤتمر صحفي سووه تكلمت عن هذه الجزيره. يعني الاعلام ما كان مقصر معك الحمد لله. طيب عبد الله فرود، قبل يومين الحادثه تكررت، يعني قبل اشهر وبعد يعني مرور اشهر قليله تكررت معك نفس الحادثه، نفسيتك شلون كانت يعني قبل المباراة؟ كنت متوقع انك تواجه لاعب اسرائيلي؟ والله بالبداية ما كنا متوقعينه. ايه. ولعبت لعبتي مع الدنمارك، خلصت منها مثل ما قال كابتن وليد، طلعت صدمت بالقرعة شفتها. أيه. على طول من وراها رحت قطيت كسارات وقعدت على المدرج. ما كنت يعني متحمس ان تلعب وتفوز وتصل للنهائي وانت رايح؟ والله البطولة كنت مستعد لها استعداد قوي. ايه. وقلت اني بحقق شيء فيها. ويعني حتى كنت بتهيئ فيها، نايم مبكر وما اكل عدل، ويوم وصلت صدمت باللعب. ما تحبط؟ والله بالبدايه تضايقت. أيه. لكن يوم شفت ردود الشارع واتصالات اللي وصلتني. نعم. الحمد لله فخر لي بمسيرتي الرياضيه هذه، انه يكون الشيء هذا اني ما اعترف بكيان صهيوني. طبعا طبعا انتم اليوم موجودين هنا، نفتخر فيكم كشباب رياضي، نفتخر بهذا الموقف الرياضي اللي سجلتوه. يمكن لو محققين بطوله ذهبيه
يعني الإعلام كرمكم وتناساكم، ولكن يعني البصمة اللي تركتوها في المجال الرياضي، وهذه يعني رسالة إعلامية نوجهها لكم ونوجهها لكل الشباب، على وعسى أن شبابنا يمشون على نفس المشوار اللي مشيتوه واللي جاء بسبب يعني الحكام اللي معاكم والرجالات اللي كانوا يقودونكم. يعطيكم العافية على هذا الموقف الرياضي اللي يحسب لكم. أستاذ فرج، أنا مستمتع بالتواجد معك، ودي الوقت يطول، ودي الوقت يطول. يعني في سنة 2009 أخذت أفضل حكم دولي في الدنمارك عدل، أخذت أفضل حكم في بطولة العالم اللي كانت مقامة في الدنمارك، حدثنا كوبنهاغن. هذه كانت في 2009، جاتني دعوة إلى الاتحاد الكويتي، وطبعا الترشيح هي من الاتحاد العالمي، وفعلا قبلت أنا بالدعوة ورحت سافرت إلى الدنمارك. كانت بطولة عالم، كانت مدة البطولة 6 أيام. نعم، بطولة عالم. على ضوء الست أيام كانت في لجنة مشكلة يراقبون الحكام اللي قاعد يحكمون، فكانوا 5 ملاعب. نعم، في الصالة 5 ملاعب، تخيل 5 ملاعب واللجنة قاعدة تراقب الحكام. ولله الحمد تفاجأت بآخر يوم إن نادوني يطلبوني، قالوا تعال ترى بختاروك كأفضل حكم ما شاء الله في بطولة العالم. وهذا كان فخر لي أمانة، يعني إني سجلت اسم الكويت دوليا بأن في حكم حصل على أفضل حكم في بطولة عالم. نعم، وهذا طبعا فخر لنا يعني أن حكم كويتي يعني يأخذ هذا اللقب كأفضل حكم في بطولة عالم، يعني مش بطولة آسيا ولا بطولة عرب، يعني نعم، مع احترام يعني بالبطولات كلها، لكن بطولة عالم هذه معروفة أنها من البطولات يعني بالقوية والبطولات. كيف كافئت الإعلام فيها؟ والله ما أقدر أقول لك أنه كافأني للإعلام مكافأة قوية، يعني نزل كذا خبر بسيط نزل، لكن أنا والله افتخرت أمانة، افتخرت. أول ما وصلت من الدنمارك ثاني يوم الصبح تفاجأت باتصال جاني من الشيخة نعيمة. نعم، لأحمد الصباح. نعم، أمانة أحب أمسي عليها، والله تفاجأت باتصال من الصبح جاني على خطي الخاص وأكلمها وتقول لي معاك الشيخة نعيمة، وحبيت أني أنا بارك لك، وحبيت أنه يعني بصراحة هذا الشيء أسعدني كثير كثير كثير. لكن أنا أقول لها مشكورة وما قصرتي وجزاك الله خير، لكن تمنيت أن الحدث هذا يتغطى إعلاميا أكثر وأكثر. ألا وعسى ما تغطى ذاك الوقت لتكون ضيف عزيز علينا بعد هذه السنوات ونفتخر بهذه الإنجازات. يعني الأستاذ وليد المرشاد، جزئية الإعلام مهمة. الشباب علي وعبد الله الفرهود يعني لربما انسحبوا أمام الكيان الصهيوني ورفضوا الوقوف، حتى لأن الوقوف أمام اللاعب الإسرائيلي لا يشرف أصلاً. صحيح. وأعتقد بأن الإنجاز الرياضي اللي حققوه والانسحاب هو بطولة بحد ذاتها، بطولة منفردة يعني بحالها. الإعلام كيف يتعامل مع هؤلاء الشباب؟ الإعلام كيف يعني يكافئ هؤلاء الشباب؟ الإعلام كيف يقدرهم؟ كيف يعطيهم الشهادات؟ هل لقوا الدعم يعني المعنوي المادي اللي أيضا يشجعهم إن في السنوات القادمة يكون عطائهم مضاعف وبشكل أكبر؟ طبعا هو الإعلام طبعا العمود الفقري حق أي مشروع، طبعا بدون إعلام فيصبح المشروع طبعا من ضايع، ما في أي مشروع يعني راح يكون. طبعا اللاعبين التايكواندو يعني انا قاعد طالعهم يعني من احتكاكي، يعني كوني مدرب قريب منهم، انك اعلام على اي لاعب ما في. احنا طبعا بالبطوله هذه مالت السويد شاركنا في فئه بالاشبال، وحققنا لاعب محمد الهاجري حقق ذهبيه في هذا البطوله، واحنا يعني لما ردينا كنا نصرح نقول احنا خذينا ذهبيته. نعم، ذهبيه حقيقيه حققها التيال الهاجري. نعم، محمد كان عمره تحت 14 سنه، والذهبيه الثانيه الشرف لنا حقنا ان انسحابنا قدام الكيان الصهيوني. طبعا بخصوص الاعلام، طبعا نفس ما قلت لك انا يعني من قناتكم الموقره طبعا رساله حق الاعلاميين كلهم. انا ما ابي اللاعب بس وقت الانجاز، انا ابي متابعه، يعني احنا نبي ناخذ الموضوع كاحترافيه. نعم، متابعة اللاعب حتى إذا كانوا بكلية أو بمدرسة، لما يقرأ يعني صفحة مثلا أو صورة يلاقيها أو خبر عنه يقدر يتباهى بينه وبين
ربعه وانه يكون متميز، ولان اللاعبين اللي احنا يعني انا يعني اكلمك عن الفريق نفسك يعني استعدون، كان عندهم حتى بوقت الاختبارات الاصقار بعد الاختبارات على طول الفتره اللي طافت لانه صارت فيه اختبار، يطلع من المدرسه الساعه 10 وربع هو الساعه 11 عندي بالنادي، هدومه واغراضه بالسياره، اولياء امورهم كانوا يقطونهم الاصقار وكان الشباب وياه. نعم. فناس قاعده تتعب وقاعده يعني بالابساط تثبت نفسها، طبعا احنا بصاله مسكره ما حد يدري عنها، بس لما يكون في اعلام راح يكون في يعني ردود احسن. طبعا. وهذا طبعا انا اقول لك الاعلام يعني هو اللي يصنع البطل. طبعا. يعني انا علي وعبد الله مفتخر فيكم، ولكن كلمه توجهونها للشباب، كلمه اخيره حابين توصلونها حول هذه اللعبه. الشباب اللي ما قاعد يمارس الرياضه ولا ربما بعيد عن الجانب الرياضي، وانتم حققتوا انجاز رياضي ورفعتوا اسم الكويت في الجانب الرياضي للعبه التايكوندو. كلمه اخيره توجهها للساده المشاهدين، شنو حاب تقول؟ حاب اشكركم على البرنامج اول شيء. الله يسلمك. وكلمه اقول لهم انه يعني بدل تروحون تلعبون بالشارع في طبعا رياضه منها تعدل جسمك طبعا تساعدك بحياتك اكثر. طبعا انت في البدايه كنت مرتبك، ولكن هذا الحديث اللي قاعد توجهه للشباب على وعسى ان الشباب يستفيدون. بعد الانسحاب من اللاعب الاسرائيلي مستمر باللعبه ما راح ياثر عليك طبعا صح؟ اي اكيد مستمر. طبعا. عبد الله كلمه اخيره توجهها للساده المشاهدين. احب اشكركم على الاستضافه. الله يسلمك. واشكر الجميع من هناني على انسحابي هذا وعدم اعترافي بالكيان الصهيوني. كفو عليك. وعلى راسهم رئيس مجلس اداره نادي الكويت السيد عبد العزيز المرزوق. موجه له تحيه طبعا. واشكر جميع من استضافني وكلمني بالامر هذا. وادعو الشباب ان يستغلون وقت فراغهم بشيء يفيدهم. يعني عندك نادي بالكويت، كم نادي عندك؟ 14 نادي. استغل وقت فراغك بشيء يفيدك ويفيد ديرتك. كفو كفو عليك. ان شاء الله في المستقبل تحققون انجازات، وهذا يعني الانسحاب هو بحد ذاته انجاز ويتكرر في حياتكم الرياضيه. استاذ ان شاء الله فرج المعتوق، واعتقد بان اليوم من الصبح والاتصالات طوال علينا والمعجبين والشباب اللي تدربوا تحت ايدكم من الصبح من وانا بمحاضره بالجامعه، وهم اليوم يعني متابعين لهذه الحلقه. كلمه اخيره، وانا يعني فعلا ما كنت حاب ان الوقت ينتهي بهذه السرعه، كلمه اخيره حاب توجهها للساده المشاهدين. انا والله حبيت اني اتمنى يعني انا اتمنى من الشركات بانهم يدعمون لعبه التايكوندو، لان هناك في مشروع احنا سميناه مشروع بطل. نعم. مشروع بطل اللي هو بطل عالمي وبطل اولمبي، بس محتاجين دعم بعض الشركات. لو ان يدعمون هذا المشروع كان بامكاننا ان فعلا ننجح في هذا المشروع ونحقق مشروع بطل أولمبي وبطل عالمي، لكن دعم شوي الاتحاد احنا عندنا شوي ضعيف. أتمنى من جميع الشركات يعني مساهمة في هذا المشروع. الله وعسى. أعتقد أنه مهم جدا. إن شاء الله. يعطيكم العافية. كلمة أخيرة أستاذ وليد المرشاد توجهها للسادة المشاهدين من خلال برنامج أهل الديرة. حبيت اشكركم طبعا على الاستضافه هذه. صاحب مكان. وكلمه اخيره طبعا ناشد طبعا الشركات او ان هيئه شباب رياضه او الشخصيات انه يعني يكرمون اللاعبين طبعا اللي انسحبوا قدام الكيان الصهيوني، وحتى اللاعبين اللي انجزوا اساس يكون في دعم اكثر يعني حق مسيرته الرياضيه ويكون له دافع اكثر. ورسالتي الثانيه طبعا حق وزاره التربيه، طبعا اتمنى انه يردون المراكز التدريب اللي هي مالت المحافظات اساس انه يعني تدعم اللعبه بشكل اكبر، مثل ما قلت لك عبد الله المنصور وهو طلع من المرحله هذه مالت المدارس، وكهو مثل المنتخب في اكثر من لاعب. وشكر خاص طبعا لكل من ساعدني او اتصل او سال عني طبعا بالفتره هذه، وطبعا هذا القرار يعني خذيناها طبعا بوجب احترامنا لدولتنا وقوانيننا وعلى راسهم حضره صاحب السمو ومسيره الشهيد. طبعا راح نكملها، ولو انا اقول لك اياها واصرح الحين، لو نقعد 100 مره او نلاقي 100 مره لاعب اسرائيلي راح ننسحب. لا يشرفنا الوقوف ولا يشرفنا ان نوقف الغبار. طيب انا قبل اختم بشكل سريع جدا استاذ فرج، لربما يعني من خلال كلام استاذ وليد عندي جزئيه بسيطه قبل ان نختم. هذه اللعبة تواجهها بعض المشاكل، واعتقد بان كثير من المتطلبات اليوم لاعب التايكوندو محتاجها، ووضعت الامال عليكم خصوصا بعد ما جئت كلاعب وبعد ذلك مدرب واصبحت حكم دولي
واليوم عضو مجلس يعني الإدارة في الاتحاد الكويتي للتايكوندو والجودو. كثير المطالب والتطلعات والمشاكل اللي تواجهكم، ما أبرز المشاكل اللي تعاني منها اللاعب واللي حاب أنك تتبناها ويعني توعد كل الشباب أنك تغيرها؟ لا هو يعني مشاكل هي المشاكل اللي صادفتنا هو اللي هو الإيقاف الدولي، بس هذا الإيقاف الدولي هو اللي شوية يعني ولله الحمد إحنا كأعضاء مجلس إدارة يعني ما شاء الله نمتلك بعض الأعضاء اللي هم اختصاص في التايكوندو، أمثال يعني برئيس الاتحاد فايز الدحاني، نعم. عندنا أمين الصندوق المساعد اللي هو هاني المرشاد لاعب، نعم. دكتور وليد سراب لاعب، لاعب سابق تايكوندو، بالإضافة لي أنا يعني عددنا أربع أعضاء لاعبين في التايكوندو ومختصين في اللعبة هذه. إحنا قادرين نطور وقادرين نعمل وقادرين لكن شوية الإيقاف هذا شوية الدولي هذا هو اللي أثر علينا، لكن ولله الحمد بعد رفع الإيقاف إن شاء الله راح تشوفون التايكوندو راجع مثل ما كانت إن شاء الله. يعطيكم العافية، كل الشكر والتوفيق لكم. اليوم كانوا معي ضيوفي الكرام الأستاذ فرج المعتوق والأستاذ وليد المرشاد وكذلك اللاعب علي المرشاد واللاعب عبد الله الفرهود، ويعني تكلموا حول هذه اللعبة وكيف حققوا إنجازات كثيرة، وبأن هذه اللعبة كانت ذات إنجازات وذات صيت إعلامي ناجح، ربما حصلت بعض الإخفاقات ولكن عادوا الشباب بهمتهم إن شاء الله تعود هذه اللعبة إلى المراكز الأولى. سلطنا الضوء اليوم على لعبة التايكوندو الفردية القتالية وعلى إنجازات شبابنا الكويتي اللي نفتخر فيهم، على وعسى أن يطمح الشباب إلى الالتحاق بهذه اللعبة. في الحلقات القادمة أيضا سنسلط الضوء على الجانب الرياضي لألعاب قتالية فردية أخرى، وإن شاء الله يا رب يعني يكون نجاح وتوفيق ووفاء للجميع. يعني نهاية الأسبوع ما نبي نطول عليكم في الخاتمة، إلى أن نلقاكم بحلقات جديدة من برنامج أهل الديرة الأسبوع المقبل، تصبحون على نجاح.